لدينا حسابات سنصفيها مع النادي الملكي، خرج هذا الأسبوع وقال أنا أفضل من كل اللاعبين في مركزي، ليس بفريقي فقط بل في كل العالم، لو قارنتموني بكل من في مركزي سأكون أفضل من الجميع، والأرقام خير دليل. هل تصدق الأرقام ما قاله صلاح؟ لا، ومن بين أحسن اللاعبين في منصبي أحسن لاعب هذا الموسم محمد، ولكن الاكثار من الكلام والاكثار من التفاخر في مثل هذه الفتره من الموسم احسن من محرز لا يخدم احسن من محرز محمد هذا الموسم، اكيد احسن من محرز، ارقامه التهديفيه احسن من محرز. محرز ايضا عنده ارقام تهديفيه رائعه ممتازه. امين، احنا رانا في ذا شكون خير، من ما لازمش يكونوا في المنطقه الرماديه، اعطيني شكون احسن، ما تقوليش محرز انا عنده ارقام مليحه. نقول لك رودريغو ثاني عنده ارقام مليحه، رودريغو راه كل ما يدخل عنده معدل تهديفي خير من بزاف الاجنحه في العالم. لازم تكون مباشر محمد، انا سالتني سؤال راني نجاوبك، قلت لي اذا يعني احسن يعني من محرز صدق الرجل، صدق الرجل بصح يعني هو افضل لاعب في مركزه. نعم، بصح قلت لك الوقت غير مناسب، هو الاحسن واحسن من محرز محمد، ارقامه تتحدث. البعض اتهمه في انجلترا ولكن محمد بالتجرد، اسمح لي امين. نعم، البعض اتهمه في انجلترا بالتجرد من خصله التواضع. صلاح الان يلبس ثوب الكبرياء، ثوب التكبر، يعني حتى لو كنت الأفضل لا تقل بأني أنا الأفضل. ميسي لما كان يسأل لم يكن يقول أنا الأفضل، أليس كذلك؟ هل سألوا ميسي، هل قالوا له أنت هو الأفضل في هذا المنصب؟ نعم، من سألوه ميسي في عديد من المرات، قالوا أنا من بين الأفضل، ما قالوش أنا الأفضل. هذه تولي الشخصية محمد، شخصية ميسي وشخصية صلاح وشخصية كريستيانو. نتحدث من باب التواضع، من باب رجاحة العقل، لماذا تدلي بهذه التصريحات تقول أنا الأفضل؟ ورونالدو كان يقول أنا هو الأفضل، رونالدو. رونالدو كان يقول أنا هو الأفضل. لا مجال للمقارنة بين محمد صلاح ورونالدو، رونالدو كان يقول أنا الأفضل، كان هو الأفضل. رونالدو ما تقدرش تقول له ماشي وقتها، رونالدو يقول لك السمانة الجاية يعني راح نماركي لك ثلاثة، قاسي ساعد ثلاثة قاسي تلومه كيقول انا الافضل. هل يكذب الرجل؟ ما هل علاش تلومه؟ اسمح لي محمد، اسمح لي، علاش تلومه محمد صلاح؟ تلومه محمد لانه راني فهمت، قلت لك نعطيك مثال بسيط، رونالدو لما كان يقول انا الافضل، نعطيك مثال، لعبوا ريال مدريد امام فولسبورغ في ذهاب ربع نهائي رابطه ابطال اوروبا، خسروا ريال مدريد في المانيا 2-0. مباشرة بعد المباراة في تصريحات كريستيانو رونالدو قال لهم نقول لجماهير ريال مدريد ما تقلقوش، انا نوعدكم باللي راح نتأهلوا في مباراة العودة. في مباراة العودة كريستيانو رونالدو سجل 3 أهداف وتأهل ريال مدريد، فازوا 3-0 في العودة في البرنابيو وتأهل ريال مدريد. أمام مع يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد خسروا 2-0 في الذهاب في إسبانيا، الجميع قال أنه خلاص رونالدو خارج رابط أبطال أوروبا. أمين، قال لهم نتأهلوا في العودة، أنا نقول لكم نتأهلوا. خليني نكمل لك محمد، وتأهلوا ماركة 3 محمد، سجل 3 محمد صلاح، محمد راه يقول أنا الأفضل، في اخر 17 مباراة سجل هدفين فقط، ولكن هو هدف تراجع مستواه، هدف دوري بصح تراجع مستواه. لو نرجع بك لمسألك سألك محمد، تراجع مستواه كثيرا في الاونه الاخيره محمد، انا نقول ربما كي تراجع مستواه، تراجع مستواه اسمح لي، يدير ضجه اعلاميه بطريقه تراجع مستواه داخل الملعب، لكن نعم، خارج الملعب ارتفع مستواه. نعم، الرجل يدلي بتصريحات ناريه بزاف، واصبح ماده دسمه لوسائل الاعلام. نعم، كم محمد صلاح تفضل كملوا لما سالتوا انت على هو ومحرز، حقيقه يلعبوا في المام المنصب ولكن سي با لو ميم بروفيل دو جو، ماهوش نفس اللعب. والتاثير تاع محمد صلاح اليوم في ليفربول راهو احسن من تاثير تاع محرز في سيتي. نعم، يعني شخصيه اللاعب تاع محمد صلاح اقوى من شخصيه محرز في مانشستر سيتي. انا نلوم محمد صلاح لانه تكلم في وقت انه ارقامه ليست بالارقام اللي كانت العام الماضي او العام اللي قبله. لو تكلم كما كان العام الماضي او العام اللي قبله او في 2019 خاصه من كان في الطوب، يعني انسان واحد ما يتكلم معاه لانه كان الافضل. ولكن هذا الموسم نظن بلي الكلام كامل باش يبعد شويه المستوى تاعو على الاعلام ويظهر بصوره اخرى، هذا ما كان. هل هو الافضل في ليفربول هذا الموسم؟ لا، كاين لاعبين افضل منه، ماني في الاونه الاخيره افضل من صلاح. لا بصح في الموسم، طول الموسم محمد صلاح افضل منه. ماني تعرف يا عمار احسن لاعب في ليفربول. لم يرشح هذا الاسبوع. هو قال لك في الموسم. انا قلت في الاونه الاخيره ماني عمار، تعرف بانه ترشيحات افضل لاعب انجليزي استبعد منها كريستيانو رونالدو وساديو ماني. هذان اللاعبان الاثنان العملاقان استبعد من هذه القائمة. كريستيانو رونالدو محمد ما تقدرش ديره، حتى وانه سجل 18 هدفا في فريق متهالك
الموسم السيء الذي يقدمه مانشستر يونايتد يعود بالضرر على كريستيانو رونالدو. نحن نتحدث من غير الممكن ان تضعه ضمن قائمه احسن اللاعبين. محمد نحن نتحدث عن قائمه تضم افضل اللاعبين في الدوري الانجليزي، سيتم اختيار واحد منهم فقط، استبعد منها رونالدو واستبعد منها ساديو ماني. شوف سيكون بين دي بروين وصلاح. محمد كاين كيفن دي بروين، كاين صلاح، وكاين الكسندر ارنولد، واحد ايضا من ابرز المرشحين للفوز بهذه الجائزه. الصراع سيكون سينحصر بين دي بروين بعد الرباعيه التي سجلها دي بروين في المباراه الاخيره امام وولفرهامبتون. رباعيته ستخدمه كثيرا. الصراع الآن سينحصر بين محمد صلاح ودي بروين. لو نقيس على الموسم ككل، محمد صلاح أحسن من دي بروين وهو أحسن لاعب في إنجلترا، ولكن لو نقيس على المدة الأخيرة أو الآونة الأخيرة، دي بروين أحسن من محمد صلاح. محمد صلاح فاز برابطة الأبطال ضمن بلي راح ينصف وهو أحسن لاعب في إنجلترا. لا 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 علاقة لها قسائي. هذيك نتحدث عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. القائمة نتكلم على الدوري الإنجليزي. أبرز ثلاث مرشحين هما الآن كيفن دي بروين، محمد صلاح، وألكسندر أرنولد. نضم صلاح، نضم صوتي لامين، نضم تبقى ما بين دي بروين وصلاح. صلاح اللي بدا موسم تقريبا موسم ممتاز جدا مقارنة بدي بروين. دي بروين اللي كان متأثر شوية وكان مستواه متذبذب شوية، إلا في الآونة الأخيرة اللي دار مقابلات في المستوى، سجل اهداف كثيره. نظن بلي الصراع راح يبقى ما بين هذو زوج. ارنولد استبعاد ساديو ماني، ساديو ماني بدايته الموسم اثرت عليه كثير، ما بداش مليح الا في نظن بلي مواد جونفي مواد فيفري اللي بدا المستوى تاعو. كيفاش يصنع الفرق يا محمد؟ نعم، شفنا ابرز المرشحين امين الى جانب هذا الثلاثي. نعم، القائمة ضمت بوكايو ساكا موهبة ارسنال، لاعب جيد. نعم، جيمس وورد، براوس، وجو كونسيلو، وسون مهاجم مانشستر او توتنهام المتألق. نعم، هذا الموسم سون خانه زملائه. نعم، لا محمد، تسجيل الهدف. نعم، تسجيل الهدف البارح ولا على قرب هدف واحد من محمد صلاح. نعم، نعم، يعني مرشح لتجاوز محمد صلاح يعني في بدايه الموسم القليله المقبله. في بدايه الموسم انطلاقه بطيئه جدا لتوتنهام، خاصه مع نوم هاري كين. تعرف بانه يتحرك توتنهام لما يتحرك هاري كين. سون وحده ثور واحد لا يستطيع ان يحرك. هاري كين كانت عنده قصه مع توتنهام محمد، حب يغادر ووعدوا له رئيس الفريق الموسم الماضي، قال له نخليك تروح في نهايه الموسم. كان حب يروح لمانشستر سيتي اذا تتذكروا. بعد نهايه الموسم اخلف الرئيس ليفي، هكذا اسمه. نعم، ليفي. اخلف بوعده ورفض السماح لهاري كين بالرحيل. نعم، لذلك هاري كين بدايته كانت بطيئه جدا. الان هاري كين واحد من احسن اللاعبين في انجلترا في الاونه الاخيره، يسجل الكثير من الاهداف، يقدم الكثير من التمريرات الحاسمه. هو وسون من احسن او احسن. نعم، ثنائي في انجلترا. توتنهام يشبه تلك العربه التي يقودها ثوران، نقصد بالثوران هاري كين وسون. إذا تعطل أحدهما الأمور لا تمشي بشكل جيد. خاص يعني حقيقة هذا اللاعبين هما اللي مؤثرين في الفريق تاع توتنهام. زيد نجم نقول لك حتى الحارس المرمى لوريس يعني عنده وزن ثقيل في هذا الفريق هذايا، ولكن يبقى هذا الثنائي من أفضل يعني مهاجمين في الدوري الإنجليزي. ثلاث أهداف مقابل صفر هي النتيجة النهائية الثقيلة جدا على كاهل أرسنال. أرسنال سقط سقوطا حرا، سقوطا مدويا. الآن الفارق بينه وبين توتنهام تقلص إلى نقطة واحدة فقط. توتنهام أمس عاث فسادا على ملعبه الكبير بنادي أرسنال، واقترب منه بشدة بعدما هزمه بنتيجة ثلاث أهداف كاملة مقابل صفر. طبيعة الحال نوبلي كان طرف الأفضل توتنهام رغم البداية الممتازة لأرسنال. نوبلي ضرب الجزاء كان منعرج، وثم البطاقة الحمراء كانت المنعرج الثاني لأخرج أرسنال من المقابلة وخلى توتنهام تلعب بكل راحة. 3-0 من ضمن نتيجة عادلة ومنطقية. يبدو أن توتنهام رغم تخلفه بنقطة عن أرسنال يبدو أنه هو الأقرب لحسم التأشيرة الرابعة المؤهلة للتشامبيونز ليج. الآن نقطة واحدة تفصل الطرفين. لكن المصير تاع أرسنال ما زالوا ما بين في رجلهم محمد، إذا فازوا بمقابلتين هما راح سيتنقل إلى نيوكاسل هذا الأسبوع. نعم، ثم يستقبل إيفرتون. ثم يستقبل إيفرتون اللي صار على البقاء. انضم لإيفرتون فريق صعب جدا. مباراة توتنهام اسهل نسبيا. مباراة توتنهام يلعب مع بيرلي ويلعب ويروح لنورويتش. نعم، نورويتش سقط وبيرلي تقريبا راه مرشح للفوز باللقاءين. ارسنال اذا ضيع نقيطه واحده فقط سيكون خارج السرعة. اذا تعادل في مقابله واحده. نعم، وفاز مقابله واحده نضم لي توتنهام لو يفوز بست نقاط نضم لي راح هو يديباسي. نعم. امين لم